هل قادرين تعملوا خطط وطوارئ وتحكوا لنا عن جهوزية وعن خطط استباقية؟ وهيدي بدها أموال وبدها إمكانات وبدها تشريعات، يمكن ما بعرفني شو بدها، بدي آراءكم بشكل سريع. معالي الوزير دكتور أبيض. يعني لجاوبك بسرعة على سؤالك، الجواب هو نعم. نحن ما في شك أنه رغم القطاع كل الصحي، هيدا نعم، خليني جاوبك، ما في شك أنه القطاع الصحي إذا أنت بتقارن بال 2023 بال 2006 نحن بوضع مختلف تماما. بال 2006 ما كان عندنا هجرة أطباء وهجرة ممرضين، ما كان عندنا مشاكل دواء ومستلزمات، ما كان عندنا أزمة اقتصادية خانقة، ما كان عنا نازحين حوالي المليون ونص لمليونين نازح. كان الدولار ب1005، هلا الدولار ب100000. أزمة اقتصادية مثل ما قلنا، كانوا الناس قادرين يجيبوا مصرياتهم من البنوك، هلا ما في حدا قادر يجيب فرنك. ولكن هذا كلياته لا يعني انه هالأزمة اللي جاي انه نحن نستسلم لهالأزمة هاي ونقعد وما نعمل شيء. خليني اذكر امر كثير مهم انا تعلمته بوقت الكورونا. لما اجت أزمة الكورونا على لبنان، مستشفى رفيق الحريري الجامعي ما كان هو أكثر المستشفيات يعني عنده موارد وأكثر المستشفيات أجهزة وعديد، ولكن مع ذلك بالتحضير الجيد وبالإدارة الجيدة كان هذا المستشفى قدر يستقبل العدد الأكبر من المرضى، وكان لبنان من الدول اللي قبلت بلاء حسنا مقارنة باللي كنا عم نشوفه نحن ببلاد متقدمة أكثر بكثير على لبنان مثل إيطاليا وفرنسا وأمريكا. بس أنا اللي لذلك بدي أوصله لذلك إنه نحن بوضعنا لذلك أنا اللي عم بيجي أقول التالي، صحيح الموارد في لبنان قليلة، ولكن نحن بنعتبر أنه حتى مع هالموارد القليلة بحسن التخطيط وحسن الإدارة ممكن أنه نحن يكون آثار أي عدوان ممكن يتعرض له لبنان أقل بكتير من أنه نحن إذا دخلنا على هالعدوان من غير أي تحضير. لذلك أنا بيجي بقول أنه أسهل شيء هلأ على أي وزير أو على الحكومة أنه تقول بسبب قلة الإمكانات ما فيني أعمل شيء. أنا برأيي اللي عم يعملوه الحكومة والوزراء هو بالعكس القرار الصعب، وهو اللي عم بيقول أنا حأتحمل مسؤوليتي وححاول حضر القطاع اللي أنا عم ديره بأفضل طريقة ممكن. هلأ بدك تشرح لي كيف عم تحضر القطاع تبعك؟ بس